لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه يوم الطف الخالد، ونعزي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والعلماء الأعلام، وبالخصوص آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي دام ظله. معكم برنامج هداية السائل للإجابة على الأسئلة الفقهية والعاشورائية وكل ما يخص الشعائر الحسينية. في هذه الحلقة نتكلم حول آداب الزيارة وآداب المعزي، يعني الشخص الذي يأتي لزيارة الإمام الحسين عليه السلام في أي مناسبة كانت، يعني ليس بالخصوص عاشوراء أو الأربعينية، في أي مناسبة كانت، أو المعزين الذين يشاركون في العزاء الحسيني في أي يوم وفي أي مناسبة كانت، ينبغي أن يتحلوا بآداب كثيرة، ولكن نلخص في هذه الحلقة الأهم منها والمهم. الأولى أو الأول أو الفقرة الأولى التي ينبغي أو يجب أن يتحلى بها المعزي والزائر للإمام الحسين عليه السلام أن يحاول في أثناء الطريق، بل وفي مطلق الأزمنة وفي كل الأزمنة وفي كل المناسبات، السعي إلى زيادة معرفته بالإمام الحسين صلوات الله عليه وسائر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني ليس فقط الحسين بل كل المعصومين عليهم السلام، وفهم لأكبر مقدار ممكن من مراتبهم ومقاماتهم، لأن الروايات الشريفة صرحت بأن الأجر على قدر المعرفة، حتى أن بعض الزائرين يعطى بكل خطوة حسنة، بينما البعض الآخر يعطى بكل خطوة ألف حسنة، أما الصنف الآخر فيعطى في كل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل. هذا التفاوت التي ذكرته الرواية يرجع إلى مقدار المعرفة التي يمتلكها هذا الزائر أو هذا المعزي الذي يأتي إلى ضريح المعصوم، ضريح الإمام الحسين عليه السلام أو أحد المعصومين زائرا وهو عارف بحقه. فما ذكرته الرواية من اختلاف الأجر يرجع إلى اختلاف المعرفة، يعني هذا التفاضل والتمايز يكون بسبب المعرفة وشدة الإخلاص واليقين من قبل الزائر. كذلك الزائر إلى أضرحة المعصومين عليهم السلام يجب أن يراعي حالة رفيعة من التأدب بالآداب الشرعية عموما وبآداب الزيارة على وجه الخصوص. هذه الأولى أو الفقرة الأولى من آداب الزيارة أو آداب المعزي للإمام الحسين عليه السلام. هناك فقرة ثانية تذكر في آداب المعزي وآداب الزائر،
أن يتخلق في أثناء طريقه إلى زيارة قبر سيد الشهداء صلوات الله عليه، بل وفي مطلق أيام حياته، بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، وليضع أمام ناظريه أن جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته تنعكس على مذهب أهل البيت عليهم السلام سلبا أو إيجابا. فالزائر إذا رأى أن أفعاله تنعكس على أهل البيت سلبا وإيجابا، يجب عليه أن يحافظ على هذه الآداب وعلى هذه الأخلاق الرفيعة، بل ويطور من نفسه ويتخلق بأخلاق حسنة، حتى وإن كان هو مثلا لم يتربى التربية، وإن كان هو لم يتربى التربية المناسبة مثلا في بيئته، إلا أنه يستطيع أن يطور نفسه ويتخلق بأخلاق حسنة يستمدها من أخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. عليه أن يحافظ على سمعة وكرامة وعزة المذهب، وهي مسؤولية الجميع، ليست مسؤولية الفرد فقط، بل جميع المؤمنين الموالين لا سيما المتدينين منهم ومن أتباع الحسين عليه السلام، تكون هذه المسألة من مسؤوليتهم أن يرتقوا بأنفسهم ويرتقوا أيضا بالموالين، أن يرتقوا برفعة أخلاق الموالين للإمام الحسين عليه السلام، أن يرفعوا من مستوى أخلاقهم العامة والخاصة. فعليهم والحال هذه أن ينزهوا أنفسهم عن كل ما من شأنه أن ينقص من قدرهم، وأن تكون عليهم سيماء الوقار والهيبة والشدة في تطبيق الأحكام الشرعية ومراعاة الحدود الإلهية، وعدم التهاون في إقامة الواجبات كالصلاة والحجاب وحفظ اللسان والعين والأذن ومما يحرم الكلام فيه. كل هذه الأشياء الزائر الكريم والمعزي في المواكب الحسينية عليه أن يراعي مثل هذه المسائل، أن يراعي مثلا لسانه حينما يتكلم، عليه أن لا يتكلم بالفحش ولا يتكلم بالنميمة ولا يتكلم بالغيبة، ويراعي الأمور الشرعية والحدود الإلهية وعدم التهاون في إقامة الواجبات. لا يمكن أن تكون الصلاة مثلا في عرض واحد مع أي شعيرة كانت، الصلاة واجبة، الشعائر مستحبة، فإذا كان أكو وقت ممكن إقامة الشعائر فيه يعني موسعة، فالأولى والأهم أن يؤدي الصلاة حتى وإن كان مثلا وقت الصلاة موسع، إلا أن وجوبها هو الأهم الذي يجب أن يتقدم على سائر الأعمال والأفعال بما فيها الشعائر الدينية. جاء في صحيحة هشام ابن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم أن تعملوا عملا يعيرون به، يعني الآخرين المخالفين لكم في المذهب أو المخالفين لنا في المذهب. الإمام عليه السلام ينصح المريدين، ينصح الموالين بأن لا يأتوا بعمل يعيروننا به، يعني يعيرون الأئمة عليهم الصلاة والسلام به. يعني شون واحد مثلا يقول: هذول شيعتكم هكذا يفعلون، هكذا يقولون، هكذا يتصرفون. تكملة للرواية يقول: فإن ولد السوء يعير والده بعمله، كذلك نحن أبناء الأئمة عليهم الصلاة والسلام،
سواء كان حقيقة أو مجازا هم الآباء بالحقيقة. فلذلك إذا أتينا بعمل مشين يعيرون به، يعني يعيرون الأئمة عليهم الصلاة والسلام بشيعتهم، كمثلا يقال لهم هكذا شيعتكم، هكذا يتصرفون، هكذا يقولون، يستغيبون، تنتشر فيهم مثلا النميمة وقول الفحش، لا يصلون إلى آخره. فهذه من الأشياء التي يعير بها الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فالحق أن لا يأتي الشيعي الموالي بأي عمل مشين ممكن أن يعير الإمام به. يقول: وكونوا لمن انقطعتم إليه زينا. انقطعتم إليه يعني أتيتم وجلستم بجواره مثلا، تكلموه وتتعاملون معه، تتاجرون معه مثلا، أو تأكلون معه، تقعدون وتقومون معه حتى وإن كان من المخالفين. كونوا لمن انقطعتم إليه زينا، ولا تكونوا علينا شينا، ولا يسبقوكم، يعني المخالفين. الإمام هكذا يوصي الشيعة، يعني يا أيها الشيعة لا يسبقوكم، يعني المخالفين لكم بالمذهب، لا يسبقوكم إلى شيء من الخير، فأنتم أولى به منهم. وفي رواية عن سلمان بن مهران قال: دخلت على الصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام وعنده نفر من الشيعة، فسمعته يقول: معشر الشيعة، أو معاشر الشيعة، يقصد بها المجموع، يعني مو فقط بس الحاضرين، لا بل حتى الغائبين منهم، معاشر الشيعة، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا، واحفظوا ألسنتكم، وكفوها عن الفضول وقبيح القول. هذه هي الفقرة الثانية من الآداب، ومن الآداب الزائر والمعزي. الفقرة الثالثة من آداب المعزي وآداب الزائر: أن ينبغي على الزائرين، زائري قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حال مشيهم بل في مطلق حالاتهم وفي مطلق أيام حياتهم، أن يعين غنيهم فقيرهم، وأن يوقر صغيرهم كبيرهم، وأن يعين قويهم ضعيفهم، وأن تسود بينهم حال مسيرهم وحين وصولهم وأثناء رجوعهم روح المحبة والألفة والتراحم والتكافل، لينظر الله لهم بعين رحمته ويشملهم بلطفه ويرفعهم ويعزهم بسبب تراحمهم وتكافلهم، بأن يجعل كلمتهم العليا على من خالفهم، لأن عزتهم في وحدتهم وذلهم وانكسارهم في فرقتهم. قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه ثلاثة فقرات، ولدينا أيضا فقرات أخرى في آداب الزيارة وآداب العزاء للموالين في كل المناسبات، ليست فقط في مناسبة عشرة عاشوراء أو الأربعينية، وإنما في كل المناسبات ينبغي أن يتحلوا بهذه الآداب الرفيعة والأخلاق السامية. وإن شاء الله في الحلقة الآتية نأتي على باقي الفقرات، والحمد لله رب العالمين. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعه.
شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.